في أولى مقاطعنا لهذا اليوم، أنقذ مواطن عددا من العملاء من الرجال والنساء والأطفال داخل أحد المحلات بعد اشتعال النيران فجأة داخل هذا المحل في محافظة رفحة بالحدود الشمالية. نشاهد وإياكم هذا المقطع. طبعا أثنى متداوله المقطع هذا على شجاعة المواطن وحسن تصرفه وحكمته في هذا الموقف، موقف صعب حيث أنقذ الزبائن المحل من النساء والرجال والأطفال من كارثة محققة. أكيد صراحة تحية إجلال وإكبار لهذا الشاب، وتمنينا صراحة أن نعرف اسمه، نوجه الشكر بالاسم، لكن هذه المقاطع شهدنا تداولها بشكل كبير، وهذه الأفعال غير مستغربة على شباب هذا البلد. بالتأكيد.